بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو البيك سايز النهاردة. النهاردة من الآخر كده جايين ندلع ست الكل، جايبين بيجامات وترنجات ميلتون وقطيفة. والنهاردة بقى زي ما قلنا لكم الدلع الدلع، الألوان الحلوة المبهجة، ده غير بقى كمان الرسومات اللي عليها قلوب ودباديب وأرانب، حاجات كده من الآخر هتعجبكم جدا، بتلبس لغاية 110 كيلو. في شحن يا جماعة لأي مكان، استايلات حلوة هنتفرج عليها، آخر شياكة. ادعوا لي بقى دعوة حلوة واعملوا لي لايكات ونتوكل على بركة الله. النهاردة جايين نصور من عند جولي رو. فين بقى احنا؟ صلوا بينا على النبي. اول حاجه احنا في محافظه اسكندريه. الشارع اللي احنا فيه ده بين البحر وبورسعيد، سبورتنج بين البحر وبين سعيد. البحر وشارع بورسعيد. لو حضرتك جايه من هنا يبقى جايه الترام اهي هناك، الحاجات اللي هناك دي خالص، العمود اللي باين ده دي محطه ترام سبورتنج. هتنزلي لو نازله من الترام تنزلي محطه ترام سبورتنج وتعدي على شارع بورسعيد، وبعدين تدخلي لغايه ما تلاقي درينكس. ده لو انت جايه من ناحيه بورسعيد او ناحيه الترام. لو جايه بقى من ناحيه البحر برده قريب مش بعيد، هتنزلي الشارع اهو، ده البحر قصادنا اهو، شايفين كباين البحر. البحر برده من البحر اقرب على فكره. هتنزلي عند الإمة اللي عليها خواطر دمشقيه اللي هو مطعم سوري. هتقومي داخله ماشيه شويه كده لغايه ما توصلي لغايه درينكز اهي، مشهوره جدا هنا، وبعد كده هي في وشها على طول. تعالوا بقى ندخل الممر ده ونطلع نتفرج على احلى فيديو واحلى عروض واحلى خصومات النهارده، ونبتدي على بركه الله. بصوا احنا طالعين اهو، بسم الله، ممر طبعا، وادي المحل اهو جولي روب. ندخل بقى ونبتدي الجوله بتاعتنا على بركه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام منى؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. وحشتيني ووحشني الناس ووحشتني كل حاجه. واحنا وحشتنا بقى حضرتك طبعا والعروض الجميله دي. وعايزه اقول لكم حاجه، انا ببعت بوسه من هنا لمامه مدام عبير لان هي اللي مرشحاني ان انا اصور معاها. بتحبك جدا على فكره. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليها لك يا رب. وتقول ايه مدام منى؟ عايزين تشوفني في كل حته. ربنا يخليها لك يا قلبي. النهارده بقى عامله لكم مفاجآت كمان حلوه جدا جدا جدا، خاصه للبيك سايز. ايوه مهتميه قوي انا بقى بالبيك سايز، الناس اللي هم الكيرفي. ايوه تمام. ايوه الكيرفي الحلوين دول. هنشوف كده الموديلات البيك سايز، وان شاء الله الموديلات هتعجبكم باذن الله، باذن الله كمان هتعجبكم. والخامات زي ما عودتكم في كل مره، الخامات والسعر والموديلات كمان ان شاء الله هتعجبكم. نبتدي بايه بقى؟ بقى ان شاء الله بالموديل ده. بصوا يا جماعه ده اول حاجه، ده اهو عليه رسمه كابه، ده ديت تطريز، تطريز تمام. ونشوف البنطلون. ايوه اهو، بصوا البنطلون. يعني البيك سايز اللي معانا النهارده لغايه مثلا يلبس كام كيلو؟ يعني يلبس لحد 110، يعني 100 110 تمام. يلبس حلو قوي. دي اول بيجامه. دي في منها الوان؟ في منها اهو، ده اللون الثاني المنت ده. تمام. بنطلونها كده اسود كحلي بره. اسود اسود، والتانيه كان بنطلونها اسود برضه. الله ينور. دي اول كده حاجه، دي أول في البيك سايز. بصوا بقى دي دباديب، ده الدباديب ده. أيوة. هطلعها لكم كده. البنطلون بتاعها كحلي حلو قوي. هطلعها لكم كده اهي. انا عايزه اوريكم بس ان البيجامه فعلا كبيره. ما شاء الله ما شاء الله. ده بنطلونها اهو، بنطلونها كحلي حلو قوي وحلو يلبس. يعني بصي حضرتك لما افردها لك، بصي الله ينور، عشان يبقوا مرتاحين برضو في القعده. حلو قوي. والحجر بتاعها نفسه كبير. بص يعني واصل من فين لفين. النقطه دي كده برضو بتبقى بتفرق طبعا، لان في حجر بتلاقيه قصير كده. ايوه بقى مضايق هيضايقك. لكن ده بصي الحجر بتاعه كبير. الله ينور. كمان شوف ده اللون تاني. ده وفي اللون تاني برضو الجنزاري. ايوه ده الجنزاري بتاعها. الجنزاري بنطلونه اسود تمام. حلو كده. والتانيه فوشيا وبنطلونها كحلي تمام. ديت لاف دي يا سيدي بقى على الدلع. دي اهي. ايوه برضو مقاسها حلو، بيك سايز شيك قوي دي على فكره جدا. بنطلونها ايه دي؟ نفس البنطلون نفس اللون. اهي احنا اللون. احنا دلوقتي بنتفرج، دلوقتي بقى هنعرف السعر وجماله. لسه تمام. الاسعار السعر بقى محدش هيصدق. اللون بتاعها التاني اهو المنت. حلو قوي المنت. الله ينور. تمام تمام. لنا الموديل ده سوسته لحد النص كده وطايجه. حلو قوي تمام. بنطلونها نفس اللون اهي،
ده النهارده مدلعين البيك سايز على الاخر. كل اللي ده بيك سايز يلبس لحد 110 120 كيلو. الله ينور. مرتاح. حلو قوي. بص الالوان، الالوان مبهجه جدا. جميلة. عندك الفوشيا، عندك الجنزاري، عندك النبيتي، عندك المنت، عندك الجنزاري. كل الالوان. الوان كتير قوي. انا ده كده سمايل. ده كده اهو. حلو قوي. ده لونه اللي هو بيبي بلو. وقطيفه برضو دي. كله قطيفه. كله قطيفه اللي هنشوفه دلوقتي ده كله قطيفه. عايزه اوريها لكم بس. ما قلناش ان هو قطيفه. لا لا. تمام. هو كله قطيفه. حلو. وهنروح دلوقتي الميلتون بيك سايز برضو. تمام. هنا ده بنطلونه برضو اسود. 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 نفس الحجم. الله ينور. لبس لحد 110. وعندنا اللون الموف اهو. الموف اللي هو البتنجاني. حلو. والرسمه نفسها تطريز. يعني ما تطلعش في الغسيل تطريز. ولا الكلام ده. وحتى لو عندي اهي. وريها لكم اهي تطريزه يا حبايبي. تمام. عندي حاجات طباعه بس الطباعه يعني خدي مني الحاجات الطباعه واستحاله هتطلع. تمام. يمكن بقى البطوط يا سيدي ده بالفوتوير بتاعته. ده بالفوتوير. بصي قد ايه. بصي بطوط، انا عايزه بس اشوف شكله عشان الفوتوير مدرياه. بص يا جماعه الجمال، بص بطوط بقى الدلع ده. وبنطلونه نفس اللون ولون الكشمير. ايوه حلو جدا. اقول لك بص الدلع بقى والشياكه. ما شاء الله ما شاء الله. عندك اللون الثاني. اللون الثاني البترولي. البترولي. هما لونين ولا في الوان ثانيه؟ لونين. الكشميري والبترولي. تمام. الله ينور. وده برضو بترولي زيه. حلو. ده اصلا الالوان دي يعني كتير يعني متعدده. جبت لكم الوان حتى مش موجود منها كتير، يعني اللون البترولي مش هتلاقي منه كتير في الحياة. ايوه فعلا. ايوه دي تطريز كده. تطريز. حلوه قوي. ايه بقى للناس اللي بتحب الحاجه بالسوسته. انا بحب الحاجات دي قوي. اللي بالسوسته اهي. تمام. سوسته كده، ودي برضو تطريز وفيها كده من الجنب كده ستراس كده. لا مش استراس، ده هو خط ده مكتوب عليه خط بالانجليش. كده مكتوب عليه بالانجليزي. تمام. تمام. وده بنطلون حلو قوي. بنطلونه برضو في نفس الخط بتاع التيشيرت اللي فوق. وبصي حجم البنطلون أهو. حلو قوي. والطبعة الملوكي دي تجنن طبعا. ودي كده البادج دوت. أيوة. كده برضو تطريز. حلو قوي. تطريز متثبت في في الحاجه نفسها، في بتاع نفسها. في عندنا منه لون الفوشيا. عندك اللون الاصفر واللون الفوشيا. يعني الوان الدلع. انا عايزه اقول لكم كل الالوان. كل الالوان اللي في الدنيا. ده في منه يا مدام عبير اللونين دول بس. اللون الاصفر والفوشيا الالوان. حلو بس اللي وريتها لكم. الله ينور. عندك دوت السوسته من اوله لاخره برده. دي بسوسته برده لان في ناس بتحب سوسته. فده كده اريح لها برده. بيلبس ايوه حلو برده. التايجر ده بنطلونه لونه ايه؟ ما قلناش السعر. ايوه علشان نشوقكم. البنطلون تايجر. تايجر كله. وطبعا احنا كل اللي بنقدمه ده قطيفه. لسه هنوريكم الميلتون ده قطيف. طب تمام، احنا كده شفنا ولسه هنشوف تاني. لسه دي ثلاث قطع. دي اخر قطعه. دي ثلاث قطع. دي ثلاث قطع. تمام. الحاجات دي كلها بكام بقى؟ بكام القطعه؟ بكام؟ وتطريز. تطريز مش طباعه. ايوه. ومقفول ومفتوح وكله سوسته. سوسته. بكام كل ده؟ القطعه ب 200. ب 200 اي واحده في دول. ب 200 بيك سايز. دول ب 200. الله ينور. الله ينور. ده اول عرض ليه للمحل هنا عشانكم، عشان خاطر عيون مدام منى. ربنا يخليكي يا مدام عبير. العرض الثاني بقى ايه؟ العرض الثاني بقى نشوف البيك سايز الميلتون. ايوه يلا دلوقتي بقى نيجي بقى على البيك سايز الميلتون. تمام. طبعا كل اللي انا هعرضه ميلتون مبطن فرو. حلو قوي. فرو من جوه اهو. ده كده اهو الموديل الاولاني اهو. تمام. نشوف البنطلون. هتتفاجئوا بالبنطلون. اصلا انا مش عارفه اطلعه من تقله. البنطلون جراي. البنطلون اهو جراي. وشكله كمان يتلبس على حاجات تانية. هو زي سويت بانس. بصوا يا جماعه سويت بانس كده. بصوا قد ايه اهو البنطلون ما شاء الله. حلو جدا. حلو. الله ينور. كبير. تمام اهو. ايوه كده طقم على بعضه. ده يلبس لحد اعتقد اكتر من 120 كيلو. الله ينور. شكله كبير فعلا. اكتر لان كبير. أيوة. بصي بقى كمان من جوه مبطن عشان برضو تشوفوه. بصي الفرم اهو مبطن بفرم. تمام عشان الساقعه اللي احنا فيها دي. بالظبط. نيجي بقى لتاني موديل اهو. الله. الناس اللي بتحب الروزات والبينكات والسيمون. يعني انا مش عارفه هو سيمون ولا بينك، يعني هو ما بين. هو سيمون كده. سيمون اكتر. ده بنطلونه كحلي. حلو قوي. انا اول مره اشوف البومه بالقمر ده. اول مره اشوفها حلوه كده. اهو بنطلونه كحلي. ايوه بصي البنطلون اهو. انا عايزه اقول لكم بص البنطلون اهو. بص البنطلون
اه كبير ما شاء عايزه اقول الله. لك يعني يلبس اكتر من 120 كيلو. يعني تمام. انت لو وزنك 100 كيلو هاخديه اه وهيبقى فضفاضه عليكي وواسع. وسويت بانس وممكن يتلبس على حد. الله ينور. بقى كمان تحفه بصراحه عشان تحطي اللينس عايزه. ايوه فلوس موبايل. في هنا كمان اهو نبيتي. ده اللي هو كان الاولاني بس ده النبيتي بتاعه ولا هو لا شكل لا لا تاني؟ ده ده شكل مختلف الاولاني اه مختلف. حلو قوي. اهو نبيتي اهو كمان في اسود. تصدقي فعلا نبيتي اهوت. الله شكله جميل جدا. حلو قوي. انا بطلع لكم بص البنطلون وتقلوا يعني عايزه اقول لك البنطلون والتي شيرت تقال جدا. الله جميل. هتلبسيهم تحس ان انت ايه. بصي البنطلون قد ايه اهو. بصي البنطلون قد ايه ما شاء الله. حلو يلبس جدا. يلبس اكتر من 120 125 واكتر كمان. الله ينور. لسه الملتون بقى ده كمان قصة تانية. الأسعار. في حاجة تانية على كحليات اهي. الحاجات دي على فكرة ممكن تتخرج بيها. اه. ممكن تتلبس. اللي مع حضرتك ده. وده كمان. ده كمان. نوصل بيه ولادنا مثلا. يعني اللي هي الخروجات السريعة. السريعة. مثلا توصلي الباص مثلا. تشتري بيه حاجة من السوبر ماركت. كده يعني. سريع. ايوه. المشاوير السريعة اللي انت عايزة تخطفي بيها كده. حلوة. فالحاجات دي بقى. ندخل بقى على السوسته. انا بحب اجيب الحاجات دايما كده وكده واللي من غير سوسته عشان في ناس بتفضل كده وفي ناس بتفضل ايه كده. مكتوب عليها اوريجينال اديداس. تمام. والبنطلون بتاعه برضو. والبنطلون بتاعه بالخطين دول. خطين من الجنب. حلو قوي. بصوا الشياكه برضو سويت بانس عشان تبقوا شايفينه وكبير برضو. بيج سايز بيلبس لحد 100 120 كده. الله ينور. كبير وكلهم مبطنين من جوه بفرو. فرو حلو قوي. كلهم. تمام. تقال جدا يعني سبحان الله انت لما تمسكي القطعه تحسي تقيله. ان هي تقل. وفي الزيتي. الزيتي اهو اهو. حلو وفي جدا. اللون الاسود. وانا شايفه الاسود, الأسود هنا ده هو ملبوس. بصوا بصوا يا جماعه هو ملبوس اهو على الموديل اهي. بصوا شكله شيك قوي. حلو. عايزين نعرف السعر الحلو الجامد. لسه لسه ما خلصناه. ايوه لسه في لسه موديلات تانية. بصوا المياو قطه. حلو قوي. عشان في ناس بتحب رسمه كده رسمه كده عشان يعني نرضي جميع الاذواق. يعني جميع الاذواق نكون ايه. واهو ده البنطلون بتاعها اهو في خطين من تحت كده سويت بانس برضو. سويت بانس برضو. تمام. الله ينور. وفي الاسود منها. الاسود كحلي واسود بس منها. كحلي واسود تمام. الله ينور. بصوا الموديل ده يا جماعه. عندك الموديل ده بنطلونه كشميري. حلو قوي. عشان الناس بتحب الكشميري زي. ايوه صح. السويت شيرت على فكره السويت شيرت ده ممكن تخرج بيه لوحده. شكله شيك من غير البنطلون فعلا. ممكن تخرجي بيه البنطلون المشاوير السريعه. ايوه كده. برضو احنا لسه طبعا في البيك سايز النهارده هندلعكم. ده كده البنطلون. بصوا يا جماعه بصوا قد ايه ده احنا النهارده 100 100 يعني. ده لون وفي لون ده شكل مختلف. تاني ده شكل تاني قطط كده ولا دباديب دي ولا ايه. بنطلونه جراي. جراي ده بقى السويت شيرت ده يتخرج بيه وش يتخرج بيه كل يعني يوم. بصوا الشياكه. بصي كمان الواسع. جميل. بصي الواسع قد ايه. حلو قوي ما شاء الله. واسع. الله ينور. كده احنا ايه. والبنطلون بتاعه جراي يا جماعه. البنطلون جراي اطلعه نوريه برضو للناس. بصوا بقى يا جماعه اهو. بصوا القمر. وكلهم بصوا الوسعه قد ايه. اهم حاجه الجيوب دي. الجيوب. ايوه علشان فلوس بقى وانا خارجه بيه عشان لو رايحه بيه مشاوير السريعه اللي هتروحي بيها. ايوه وكلهم مبطنين من جوه بفرو. احلى حاجه سعر بقى. ايوه اي تريننج من دول السعر ب 270 جنيه اللي هو الميلتون ب 270 350. الله ينور. من بعد 350 عامله ب 270. حلو قوي. ان شاء الله للايه للبيك سايز. ان شاء الله هنشوف بقى الايه الحاجات اللي هي المقاسات العاديه. والمقاسات العاديه على فكره مش مثلا تلبس مقاس صغير لا هتلبس لحد 80. دي بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله هنعمل لكم فيديو بقى للمقاسات اللي هي ايه لغايه 80 كيلو كده. ان شاء الله. تمام. طب بالنسبه للمواعيد بقى. بالنسبه للمواعيد ان شاء الله احنا كل يوم موجودين من الساعه 12 لحد الساعه 10 بالليل حتى تمام. يوم الجمعه انا مش باخد اجازه. تمام. من 12 لايه ل 10 وفي شحن لاي محافظه وفي مندوب داخل اسكندريه. الله ينور. ان شاء الله, الله اي مكان في اسكندريه. متشكرين لحضرتك جدا. العفو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كل بقى الناس اللي شافت الفيديو ده عايزاكم تعملوا لايكات واشتراك وتدعوا لي دعوه حلوه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.